اكثر شيء للشهوء بيطلبوا ال هلا اكثر شيء للشهوء صابون يلي معمول. هلا في كثير غشاشين وفي كثير بتلاقوا صابون بيقولوا لك من حليب الحمير والى اخره، ولكن اذا كان صابون من حليب الحمير هيدي شغله عظيمه جدا للبشره، ممتازه لحبوب الشباب، للالتهابات، كل شيء، للجروح، كل شيء، كل شيء حليب الحمير ممتاز. هلا بدي اعمل انا اتذكركم 100% لما نشرب تحت بدنا نحلب 6 بيوضه، هلأ بدنا ندوق حليب الحمير وبدنا كمان يعني نكتسب شوية معرفة أكتر عن هذا الموضوع المهم جدا. بتصور يحيى لازم ضروري أن يكون عندنا توعية أحسابه أو لفت النظر أحسابه. قبل ما ننزل بيوضة عند بصلة مشان لازم نشوفه بعض يحيى. لا ما في مشكلة، بننزل لازم تشوف ابنه. ايه اكيد لازم تشوف ابنه لتنزل حليب، ما بتنزل حليب 100% لحال. طيب بيوضة بدنا نتعرف على الصبايا الباقيين وهالشاب المشكلجي اللي فوق. على فكرة بتخبركم خبرية، الذكر الحمار من اشرس انواع الحيوانات. انا حاضر مرة فيديو يحيى لضبع، لحمار ماسك ضبع بيظهروا وعم يطبشوا يمين شمال، هالقد عنده قوة هائلة. صحيح. وقلت لي عندك تكر كان مقتل انتيتان. صح. هلأ طبعاً معظمهم هودي إناس. دردورة شو اسمها هيدي؟ بيوضة سوري، هيدي شوحة. شوحة الحبلة. نعم. هلأ هديك عفصة. شو؟ عفصة لا جيونا الأسامي. والشاب اللقطة دردور. الشاب اللقطة دردور. يلا خلينا نسحب فيها لبيوضة. كان عم خبرني يحيى انه الحمير اجمالا انظف بكثير من كل حيوانات تانية، من المواشي التانية يعني. وشوفوا كيف عم ينظف لها. ايه يحيى؟ نعم عم تنظف قبل ما اكيد بنغسل قبل بمعقم. آه. بعدين بنرجع بنغسل بمي. وبعدين بننشف بعدين بنحلو. أداة تحلب بالنهار؟ من تقريبا من 250 بين وال 500 ملي. مش كتير. لا اوكي. وانت عشان هيك هو صاروا غولي. أوكي. لانه في كمان العلف كمان غولي، عرفت علي كيف؟ طب يحيى مثل هلا فيك شو بتعمل بالحليب؟ دغري بتروحه ولا شو بينعمل فيه شيء ولا بتاخده على الصابون؟ ما حكينا عن الصابون بعد. هلا الحليب اذا بيحكوني، اذا في حدا مريض بيحكيني وبنحجز له. عرفت علي كيف؟ وحضرتك عم تعمل صابون؟ نعم. طيب شو الخلطه هي؟ زيتها مع الزيتون، مع زيت الزيتون. زيوت طبيعيه اكيد. كل شيء ناتوريال يعني. وزيد عليه حليب الحمير. نعم بس كمان يعني فيها نسبه حليب قويه.